السلام عليكم، أتمنى أنكم بخير. اليوم بتكلم لكم عن حاملات الجوال واللي طلبتها من نايس ون. راح أشرح لكم عن طريقة تركيبها، مميزاتها، عيوبها، وبكم شريتها. إذا كنتم مهتمين تابعوا حتى النهاية. أول شيء بتكلم لكم عن هذا الحامل القصير. يتكون تقريبا من 4 قطع: القاعدة والرينج لايت والحامل والذراع، وعندكم 2 ماسك للجوال. مثل ما انتم شايفين الرينج لايت مرة صغير، مقاس تقريبا 9 سنتي. بالنسبة للقاعدة وزنها مرة ثقيل، مستحيل يهتز معكم الجوال لأنه مرة ثقيل صراحة وثابت ما يتحرك، ومقاسها 16 سنتي. نجي الحين لطريقة التركيب. سهل عادي، مرة سهل. وهذا صراحة يعني أول مرة أنا أركبه، يعني أركب الحامل معاكم، فصراحة مرة كان سهل. عادي تفكين هذه الدائرة وتدخلينها بالذراع، بعدين تكبسين في الماسك هذا، تضغطين عليه، تدخلينه يدخل معك بسهولة. الحلو في هذا ان الجوال يفر في جميع الاتجاهات. اذا تبغين تلفين الجوال اتجاه معين، فقط عليك بس انه تفكين الدائرة شوي وتثبتين الجوال في اتجاه اللي تبغينه، بعدين ترجعين تضغطين على تفرين على هذه الدائرة وتثبتينها كويس عشان ما يهتز الجوال. نفس الشيء سوي للذراع الاخر. مرة صراحة مرة تركيب مرة سهل. ما جاء مع كتيب طبعا، أنا ركبت بدون كتيب وجاني كذا، لكن ما يحتاج صراحة كتيب، مرة سهل. الحين نجي طريقة تثبيت الجوال داخله. عادي مثل ما تشايفين في أحد الأطراف راح يكون تقدرين تحكمين أنك تفتحين تسحبين هذا الطرف وتدخلين في الجوال، عادي يثبت معك. شوفوا قاعد أفر الجميع الاتجاه، عادي ما عندي أي مشكلة ولا يطيح ولا شيء، مرة ثابت. بس تضغطين عليه بقوة علشان ما يتحرك. إذا حبيتي الاتجاه سواء كان أفقي ولا طولي، اوكي خلصتي ركبتي الذراعين. الحين تجين تاخذين هذا الحامل الطويل، تشوفون هذا الرأس، تثبتينه بنص هذا الذراع، عادي تدخلينه وتفرينه لما يطق معك، يعني لما يفر خلاص للنهاية، وتثبتينه عادي، ترجعين تثبتينه في هذه القاعدة. الحين تاخذون هذه الدائرة، تشوفون هذه العصا، تدخلين هذه الدائرة فيها، اوكي، وترجعين تثبتينها على رأس الحامل، تضغطينها لين يطق معك، وثبتي كويس بهذه الحلقة. عادي شوفوا كيف الحين يفر معاكم جميع الاتجاهات. شوفوا حتى الدائرة تقدرين تفرينها في جميع الاتجاهات، مرة حلو. شوفوا شوفوا ثبت الجوال. الحين مثلا أبغى أصور بهذا الشكل، إذا ما عجبتني أفك وخلي مثلا أفقي وارجع ثبته، مرة سهل. طبعا الحامل هذا سلكي، يشتغل بالكهرب، ورأس السلك عبارة عن USB. عادي تركبينه في رأس شاحن، تركبينه لابتوب عادي. وسلك مرة طويل، مرة يعني فوق المترين. طبعا هذه الأزرار عندك هنا زر التشغيل والماينس، هذا تحكمين في درجة اللون، واللي تحت آخر شيء
قوة اللون، واللي بالنص هذا تغيرين في درجة في الألوان الموجودة. طبعا فيها ثلاثة ألوان، فيها الأبيض والمون لايت واللون الأصفر. تقدرين تحكمين مثل ما قلنا بدرجة قوة اللون. والحين حابة أوريكم كيف قوة إضاءته وأنا مطفية جميع اللمبات. شوفوا معي، شوفوا مرة قوية الصراحة إضاءته. طبعا هذا النوع من الحاملات تقدري تستعملينه في عرض المنتجات الميك اب، منتجات العناية، تحطينه على مكتبك الدراسي، تعرضين أعمالك الفنية، مرة حلو. يمكن بعضكم يتساءل أنا كيف قاعدة أصور الحين الحامل الأسود، كيف كنت أصوره؟ طبعا كنت أصوره عن طريق هذا الحامل اللي أنتم شايفينه. هذا مو شريته من نايس وان، شريته من محل كماليات، مرة سعر رخيص 20 ريال تقريبا، مرة سهل تركيبه. تركبينه على الكوميدينا إذا كنت تبين تفرجين على الجوال مثلا قبل النوم، تركبينه على أي طاولة جانبية. بس عيب أحيانا ما تقدرين تثبتينه مثلا على بعض الطاولات، فأنا استعنت في التصوير هذا بصحن بايركس. جبت صحن بايركس ثقيل وثبت في الحامل، شوفوا كيف يثبت معي عادي، أسوي بكذا يثبت معي وركب فيه الجوال. طبعا هذا النوع من الحامل يؤدي بالغرض لا بأس فيه، لكن عيبه مثل ما قلت لكم تحتاجين تدورين مقاس مناسب للطاولات، لسطح الطاولة عشان تثبتين فيه الجوال، وأحيانا شوي يهتز معك، لكن إذا استنيت شوي راح يثبت معك، تثبت معك الشاشة. شوفوا كيف شويات راح تثبت. الحين طبعا نجي للنوع الثاني، من النوع الثاني للحامل اللي شريته. طبعا هذا الحامل مرة حلو، مرة 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 صراحة مرة يجنن، مرة ينفع لتصوير الميك اب، تصوير فلوقات، إضاءته مرة قوية ومرة كبيرة، وسهل تركيبه جدا. شوفوا معاي كيف راح أركبه. هو يجي لونين لكن أنا اخترت اللون الوردي. شوف هذه القطع الموجودة، عبارة عن رينج لايت نفسها وثلاث روس من حاملات ماسكات الجوال، وعندك القاعدة اللي تحت. مقاس الرينج لايت تقريبا 49-50 سنتي، مرة كبير. هذا الحامل يجي مع مسمار التثبيت، ثبتينه في هذا الرجل وهذه ثبتينه، بعدين تفرجين من تحت على الأرض. شوفوا هو يجي تقريبا ثلاث ماسكات وتجي معها ثلاث عصيات. تاخذين هذه العصا، تفكين هذه الدائرة أول، تاخذين رأس العصا تضغطين عليه، إذا دخل ترجعين تثبتين في هذه الدائرة. نفس نظام تقريبا الحامل القصير عادي، وهذا ثبتينه من جوا من هنا، ثبتين الحامل عادي. نفس الشيء تكملين تسوين الثلاثة، لكن أنا ما أحتاج الثلاث جوالات. ثلاث جوالات غالبا يستعملونها اللي بيصور يسوي بث مثلا المواقع التواصل الاجتماعي، يعني ثلاث جوالات إذا حاب مثلا يعرض ثلاثة في واحد مثلا في التيك توك، أو نفس الوقت الانستغرام مثلا والسناب شات، قاعد يبث يعرض منتجات يعرض أعماله.
يقدر يستعمل 3 حاملات. طريقة تركيب الرينج لايت مثل ما انتم شايفين عادي، تربطين هذا السلك هنا، تركبينه في الكهرب، طبعا فقط باللمس، تلمسين على هذا راح يشتغل معك، لمس فقط. طبعا هذه الجهة تلمسينها يتغير اللون، يتغير المود عندك، يطلع عندك المون لايت، هو الأصفر والأبيض. وفي النص تحكمين بدرجة قوة الإضاءة. طبعا مثل ما انتم شايفين هذه المفاتيح تفكينها، راح تتحكمين في الطول، شوفوا تقريبا يوصل طولها المترين، تقريبا مترين او اكثر، شوفوا كيف، شوفوا كيف طولها، مرة طويلة، تصير اطول منك مرة طويلة، لكن غالبا ما راح تحتاجين لهذا الطول. طريقة تركيبها مرة سهل، شوفوا كيف. مرة ثانية شوفوا هذه المفاتيح، طبعا المفتاح اللي تحت هذا استطالة الحامل، الثاني استطالة الحامل أكثر إذا تبين زيادة، تقدرين تحركين فيه الرينج لايت 360 درجة. هذا المفتاح الخلفي هذا عشان تثبتين الرينج لايت على الحامل، تبرين المسمار تثبتينه قوي جدا. بعدين اللي فوق لتحريك الرينج لايت الأسفل والأعلى، وأنا صراحة ما أنصح فيه إنك تحركين الأسفل كثير، تخلينه بشكل أفقي بسيط، يعني ما تحركينه 90 درجة، لا خليها مثلا 60 درجة، حدها 60 درجة، لأن احتمال راح يطيح معك، لأنه القاعدة مش مرة تجي ثابتة، هي تكون ثابتة فقط لما تخلينها عمودية، إذا خليتيها أفقية ما أنصح، يمكن حدها زي كذا، شوفوا حدها كذا، تميلينها أكثر احتمال ما تثبت معك، احتمال تطيح، هذا عيبها الوحيد، أما بشكل عام فهي ممتازة وأنصح فيها، مرة فاتتني الصراحة. وبكذا أكون خلصت من فقرة اليوم، أتمنى فعلا استفدتوا من هذا الفلوج، أي سؤال اكتبوا لي تحت في التعليقات، وبعد إذا حابين تشوفون فقرات جديدة ومتنوعة لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس، وإن شاء الله راح أشوفكم في بلوجات أخرى، في أمان الله.